السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية مع درسنا الأولاني والتاني، ولكن المرة دي هنتكلم فيها عن الجرامر. الجرامر جايبهولي عن كلمة used to، قلنا used to حبايبي بستخدمها ودي كررت معانا كتير، بستخدمها للتعبير عن عادة في الماضي، وقلنا إن used to بيجي وراها مصدر الفعل بدون أي إضافات، بس بشرط ما يكونش فيه قبلها حاجة، يعني قبلها فاعل مباشرة، يعني فاعل يستو على طول بجيب وراها مصدر، ودي حبايبي بتعبر لي عن عادة في الماضي لم تعد تحدث الآن. يعني لو بصينا في المثال ده، when I was young، لما كنت صغير، I used to play in the street. طبعا used to play in the street اعتدت ان انا العب في الشارع. لو انا سألتك سؤال بسيط، هو دلوقتي بيلعب في الشارع؟ لازم تقول لي لا ما بيلعبش. لا يا مستر، لان العاده دي خلاص توقفت، والا ما كانش جاب لي يوزد تو، كان قال لي بلايد وخلاص. يبقى لما بيجيب لي يوزد تو في الماضي عشان يقول لي ان دي كانت عاده ودلوقتي مش موجوده. يعني لو قلت لك ناو هتقول لي ناو اي دونت بلاي ان ذا ستريت، اور اي نو لونجر. نو لونجر يعني لم اقعد، بلاي ان ذا ستريت اور اي دونت بلاي ان ذا ستريت اني مور. يبقى اذا الكلام ده بيعبر عن عادة في الماضي لم تعد تحدث الآن. مثال تاني، لما أقول لي my father used to work in the bank but now he works in an international company. يبقى لاحظ، هو كان معتاد إن هو يشتغل في بنك، طب دلوقتي شغال في بنك؟ هتقولي لا، طالما غير يبقى خلاص دي كانت عادة في الماضي لم تعد تحدث الآن. ولاحظ إن كلمة work هنا فعل في المصدر. We used to live in a village. اعتدنا إن احنا نعيش في قرية. But now، لكن دلوقتي أكيد مش عايشين في قرية، يبقى عايشين في المدينة. He used to be lazy، اعتاد أن يكون كسول. But now he isn't. خلي بالك لأن الكلام ده مهم جدا. لما أقول لي he used to be but now، يبقى تقول لي isn't he aren't. لكن لما أقول لي he used to do، اعتاد أن يفعل أي شيء، تقول لي but now don't أو doesn't. طيب تعال نشوف بقى لما أجي أنفي used to. قال لي النفي بتاع used to هو حبيبي didn't، ورجعت يوز لأصلها فقلت didn't used to، يعني لم يعتاد أن. لاحظ ما ينفعش أقول used، بس برضو جي وراها مصدر. وخلي بالك حبيبي، قال لي لما عبر عن الماضي بكلمة didn't used to لم يعتاد، تعرف برضو أنه دلوقتي بيعمل الحاجة دي. مثال لما أقول I didn't used to like salad when I was young، تعرف أن but now I love it، خلاص دلوقتي بحبها. يبقى إذن إذا عبرت عن الماضي ب didn't use لم أعتاد، يبقى دلوقتي أنا أفعل هذا الشيء. طبعا حبيبي أنا عارف أن السؤال عن used to ب did بعدين فاعل وبعدين use، خلي بالك مش used، يبقى did وفاعل وused to بعدين بجيب المصدر. مديني مثال بقولي did your mother، لاحظ بقى used to وعندي مصدر أهو. Did your mother used to read your stories when you were young، يعني هل مامتك اعتاد انك تقرا لك قصص وانت صغير؟ طبعا عادي خالص بقول no she didn't او yes she did على حسب الاجابه بتاعتي. نفس الكلام حبايبي، اداه الاستفهام بيجي وراها did وبعدين الفاعل وبعدين used to. يبقى لاحظ طالما بسال عن العاده انا عندي على طول الفعل المساعد بتاعي did. بقول لي where did you used to live before you moved to the city، اعتدت انك تعيش فين قبل ما تنتقل للمدينه دي؟ قالي we used to live in a village، اعتدنا ان نعيش في القرية. تعال نشوف بقى التمرينات اللي هو مديها لي حبايبي عشان يأكد لي الكلام ده. نمبر 1 بيقول لي he used to swim when he is younger. العادة دي فين؟ في الماضي، ما ينفعش اقول is حبايبي، لازم اقول was. my grandpa used to live، ده هتقولي لا live لان used to بيجي وراها مصدر. طب نمبر 3 بيقول لي what games do you used to play at primary school، طبعا وانت في المدرسة الابتدائي، يبقى على طول حجيب did. تعالوا حبايبي يلا نشوف الأسئلة العامة. بيقول لي I used to walk to school when I was a child، العادة في الماضي مش بيوز، لازم أحط مين حبايبي؟ used. طيب number 2 بيقول لي he always using to be afraid of the dark when he was young، برضو نفس الكلام لازم أجيب used. ولاحظ حبايبي ان عادي جدا ان انا أجيب ظرف تكرار قبل used to، عادي ظرف تكرار يجي قبل used او بعد used. نمبر 3 بيقول لي we not used to play computer games but we do now، لكننا بنعمل الحاجة دي دلوقتي، يبقى ديت ما كانتش عادة في الماضي بس بقت بتحدث دلوقتي، يبقى لازم النفي بتاع حبايبي didn't use to. طب تعالى اللي بعدها، بيقول in the past people didn't use
use energy saving light bulbs. طبعا عارفين حبايبي ان النفي بيوز لازم يجي ورا تو، يبقى didn't use to. Number 5 بيقول لي we used to wasting water but now we try to save it. طبعا used to هيجي وراها مصدر يبقى waste. Number 6 بيقول I don't use to have an electric toothbrush but now I have got one. دلوقتي عندي، يبقى زمان ما كانش عندي او ما كنتش متعود ان يبقى عندي، يبقى didn't used to. Number 7 بيقول mom used to get plastic bags at the supermarket but now she gets paper ones. طبعا هنا برضو عادة وتغيرت يبقى used. Number 8 بيقول dad didn't used to turn it. حاولوا لا turn ليه حبايبي، او used to مصدر. My grandparents didn't used. حاولوا لا طبعا didn't ترجعها لأصلها use. طب تعال نشوف number 10 بيقول لي that building used to being a factory. حاولوا لا used to be مصدر. What do you use to learn at primary school. يبقى أقول what did لأني بسأل عن العادة في الماضي بديد. دكتور سامح used for help. أقول له used to. Number 13 بيقول لي he used to sing. حاولوا لا sing لأن used to be جرى مصدر. بعدها he used to be lazy but now he حبايبي بقى هنا used to do ولا used to be؟ هتقول له used to be. هقول لك يبقى هنا but now he isn't. But now he isn't يعني لو انا كملت هقول but now he isn't lazy يعني هو مش كسلان. Did he طبعا برجحها لأصلها اللي هو use. تعالوا حبايبي بقى نشوف الجزء الثاني واللي بيكلمني فيه عن second conditional يعني حالة if الثانية اللي شكلها بالمنظر ده. If وبعدين ماضي بسيط يعني تصريف تاني، والجملة التانية حبايبي would زائد المصدر، وممكن يجيب مكان would could، وممكن يجيب كمان كلمة might. يبقى هنا بعد بالزمن شوية، بعد ما كان مضارع بقى ماضي، وبعد ما كانت will بقت would، ودي بتعبر لي عن حاجة غير محتمل حدوثها. تاني بيعبر عن شيء غير محتمل حدوثه، يعني الفرق بينها وبين الاولى، الاولى محتمل التانية غير محتمل. مدينا يا حبايبي بيقول لي ان اف ماضي بسيط would او could او might زائد المصدر، ومديني مثال بيقول لي if اسراء worked hard يعني لو اسراء اشتغلت بجد she would get high marks يعني هتجيب درجات عالية. لاحظ بقى worked مالها ماضي يبقى ما ينفعش هنا will، لازم اجيب would. طب يا مستر لو اف جيت في النص، قال لي عادي خالص هو كده كده جاي وراها ماضي بسيط، الجمله اللي بتتحرك هي جمله جواب الشرط هتيجي في الاول بس برضو would او could او might يعني اسراء would get high marks if she worked hard at school. طبعا حبايبي قلت ان انا ممكن استخدم could او might طبعا مكان would وmight لما يكون في حاله احتمال، يعني might دي بتساوي would perhaps او would possibly او would probably. If I had enough money I would perhaps buy a car أو a new car أو ربما ان انا اشتري. فقال لي if I had enough money I might، يبقى انا هنا جبت might مكان would. طيب حبايبي كلمة would be able to يعني سوف يكون قادر على، ودي بتساوي كلمة could يعني could زائد المصدر. بقول لي if منا came first ادي حالة if الثانية she would be able to join the school trip يعني she could join يعني سوف تستطيع ان تلتحق بالرحلة. يبقى عادي ممكن استخدم could للتعبير عن الاستطاعة، ممكن استخدم might للتعبير عن الاحتمال مكان would. قال لي بقى حبيبي من طرق النصيحة اللي انا كنت بستخدمها هو استخدام حالة if التانية والثابت فيها if I were you يعني لو انا مكانك، واجيب would او wouldn't زائد المصدر. يعني لو انا بقول الواحد you should go to Alex يعني يجب ان انت تذهب لإسكندرية، وعايز انصحه نفس النصيحة دي بس بإف، فاقول له if I were you I would go to Alexandria. طيب نفس الكلام if I were you I wouldn't make noise، دي معناها ايه؟ معناها you shouldn't make noise يعني لا يجب ان تصنع ضوضاء. If I were you I would study hard هي حبايبي you should study hard يعني يجب ان تذاكر بجد. تعال نشوف حبايبي بقى التمرينات اللي في صفحة 131 مديها لي على الكلام ده. بقول لي if we have more time we would visit the museum. طبعا هنا ببص على المعلوم حبايبي، الجملة المعلومة would زائد المصدر يبقى دي حالة if التانية، يبقى المفروض اقول if we had. Number 2 بقول لي if we lived in Alexandria يعني لو احنا عشنا في اسكندرية we go to the beach every weekend. طبعا ديت حالة if الايه؟
التانية يبقى المفروض هناك would زائد المصدر فالمفروض تبقى would go. number 3 بيقولي if I be in trouble would you help me, هتساعدني, ادي would وادي مصدر, يبقى دي حالة if التانية, يبقى اي حبايبي هتاخد فيها was, وعادي جدا ان انا اكتب where, يعني ممكن اقول if I were in trouble. number 4 بيقولي if there are more mangrove trees along the coast there would be fewer floods, برضو حالة if التانية فالمفروض ده يبقى ماضي فأقول if there were. number 5 بيقولي if we had more money, لو معانا فلوس كتير we can buy that new car, يبقى أقول we could لأنها بتعبر عن استطاعة. number 6 بيقولي if we live in Ergada we would go to the beach, برضو زائد المصدر يعني حالة if التانية فتبقى lived ماضي. number 7 بيقولي those farmers move if there was another flood, طبعا هنا if there was حالة if تانية يبقى المفروض الجملة هناك would زائد المصدر فالمفروض تبقى would move, هيعزله. number 8 بيقولي she not be, خلي بالك انها منفية, an environmental scientist if she didn't love nature, طبعا هنا didn't love ماضي بسيط يبقى هناك would زائد المصدر فالمفروض تبقى wouldn't be يعني لن تكون. number 9 بيقولي what will you do if you got a job in a different city, طبعا هنا برضو got ماضي بسيط يبقى المفروض ما تبقاش will تبقى would. number 10 بيقولي طارق would pass the test if, طبعا حالة if تانية يبقى if he هتقول study ده مستر لو ذاكر لازم تكون ماضي. تعال نشوف. number 11 بيقولي what clothes will you wear if you lived in a cold country, lived ماضي يبقى دي تانية يبقى لازم يقول يا حبيبي would. تعال نشوف. number 12 بيقول we have fewer storms if climate change stopped, هتقول لي if climate change stopped ده ماضي بسيط يبقى المفروض هناك would زائد المصدر يبقى would have مش have بس. number 13 بيقول لي if they not cut down so many trees they would have bigger forests, خلي بالك ادي would وادي مصدر يبقى هناك النفي يبقى didn't ماضي بسيط cut. تعال نشوف. number 14 بيقولي the volleyball team would win the match if they a better players, طبعا برضو ادي would زائد المصدر فاكيد دي هتبقى يا حبايبي برافو عليكم had ماضي بسيط. بعدها if I am you I would travel, لو انا مكانك يبقى دي نصيحة فالمفروض اقول if I where you لو انا مكانك. وبكده حبايبي يبقى احنا خلصنا جرامر الدرس الاول والتاني, يا رب تكونوا فهمتوا. لو عجبك الفيديو يلا شير لكل زمايلك ولايك حلو كده للقناة, ولو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله, شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد, واستنونا في الحلقة الجاية. جود باي, سلام عليكم.